من السيناريوهات ربما أهمها هو ندرة الأكسجين والعديد من الأدوية على غرار لوفينوكس. ربما لتفصيل أكثر حول الموضوع أسعد باستضافة عبر الهاتف الأستاذ عادل أمين قويدري، مدير مصنع لإنتاج الأكسجين. مساء الخير سيدي، أهلا بكم وشكرا على قبولكم دعوتنا. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم، إذن أستاذ عادل كما سبق وذكرت، فسيناريو ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا يعيد إلى الأذهان ربما السيناريو الأسود الذي عاشته الجزائر في الموجة الثالثة، وهو ندرة الأكسجين وما صحبه من ربما اضطراب على مستوى المستشفيات وتأثيره أيضا على المرضى. في هذا الصدد ربما أنتم كمنتجين لمادة الأكسجين كيف تتحضرون ربما لاستقبال هذه الموجة؟ شكرا. رانا نلاحظوا كامل باللي عدد المرضى بهذا الوباء راوي يزايد في الجزائر، وكان منتظر، كان منتظر باللي بأنه راح، لأنه هذه الموجة أصابت العالم كامل، كل الدول المتقدمة والدول الأخرى كلها راهي تعرف ارتفاع محسوس لحالات المرضى. هذه موجة، هذا المرض الخاصية تاعو أن يجي بموجات، إن شاء الله تكون هذه الموجة الأخيرة. نعم، الأكسجين هو من الأدوية الحساسة جدا في مجابهة هذا المرض، هذا الفيروس. الدولة راهي مستعدة الآن باش ما نعاودوش نوقعوا في السيناريو اللي وقعنا فيه في الموجة السابقة. كان عندنا اجتماع يوم 10 ديسمبر مع سيد وزير الصناعة الصيدلانية سيد بن أحمد، وين طم جميع المتدخلين، جميع المنتجين للأكسجين. لازم المواطن الجزائري يعرف باللي في الموجة الأخيرة ما كناش مستعدين، كنا نعملوا العمل تاعنا بطريقة عادية، يعني الاحتياطي تاعنا لريزيرف في ستوك تاع الأكسجين عند المنتجين كان تقريبا في الصفر. فكي طلعت الأزمة هذه، كي طلعت المرض هذايا، المنتجين ما كانوش مستعدين. كنا واش ننتجوا هذاك اليوم؟ نمدوه للمستشفيات، ما كانش عندنا احتياطي. فهذه المرة الوزارة قررت أنه يعني في الحقيقة في 2 نوفمبر 2 أو 3 نوفمبر كان عندنا اجتماع مع السيد وزير الصناعة الصيدلانية، وين أعطانا أمر أننا نعمروا لستوك تاوعنا، سواء بعنا ولا ما بعناش الأكسجين، نعمروا لستوك تاوعنا 100%. يعني تقريبا هنا نقول للمواطنين الجزائريين باللي تقريبا الاحتياطي تاع المصنعين الجزائريين، رانا عدة مصنعين تاع الأكسجين في الجزائر متواجدين عبر كل التراب الوطني، كان في الجنوب كان في الشمال في الشرق في الغرب، رانا حوالي 80% نظن من الغدوة الخميس أو السبت نوصلوا 100% من الاحتياطية لكاباسيتي دو ستوكاج تاعنا يوصلوا 100%. ف من لو جاي من الاسبوع القادم ان شاء الله نولوا كي نعطوا للمستشفيات نعطوا لهم من لي ستوك، يعني من الاحتياطي ما نمدولهمش من الانتاج. فهذا راح يعطينا على الاقل واحد 15 يوم نكونوا في اريحيه، يعني نمدوا للمستشفيات بطريقة منتظمة. جميل جدا. ربما حاليا أستاذ عادل أمين قويدري وبالنسبة لوحدة الإنتاج على مستوى المصنع، ربما كيف يتم حاليا تموين المستشفيات بالأكسجين؟ هل يتم بطريقة يومية أم حسب الطلب؟ وكيف هو الطلب؟ هل زاد مقارنة بالأيام الماضية؟ احنا عندنا بعض العقود، يعني ما نتكلمش غير على الحالتين، نتكلم على جميع المتدخلين. نعم. عندنا عقود مع المستشفيات، فرانا نوردوا المستشفيات بمادة الأكسجين. نعم. كما انا في المصنع تاعي عندي الأكسجين السائل وعندي الأكسجين الغاز، فكاين المستشفيات اللي
عندهم الصهاريج دونك لي ريزيرفوار كريوجينيك، هذوك نقدروا نعطيهم الاكسجين ساهل. وكاين بعض لي زو بي اش ولا لي زو بي اس بي هذوك اللي عندهم غير القارورات تاع الغاز دونك غير لي بوتي تاع الاكسجين هذوك، فهذوك ايضا عندهم بروغرام تاعهم. فالان رانا نوردوا المستشفيات بالاكسجين السائل والغاز. لاحظوا في الفترة الأخيرة في الأيام القليلة الأخيرة هذه كان هناك ارتفاع محسوس لأولا حتى المستشفيات راهم مطالبين من طرف الوزير الأول ووزير الصحة بتكوين احتياطي، دونك ماشي حتى المستشفيات كانوا في الصفر ومن بعد يوليو يعيطاتونا الأكسجين، لا حتى هما راهم مطالبين الآن ونظن باللي راهم ينفذوا فيها باش يعمروا لو بلان تاع لي ريزيرفوار تاعهم في الاكسجين السائل. وايضا راهم على الاقل تكون عندهم على الاقل 40 الى 100 قاروره معبئه بالاكسجين باش شرط العدد هذا يزيد يكونوا عندهم باش يجابوا المجابهه الاوليه. نعم استاذ عادل امين، ربما في سؤال اخر، هل هناك تفاوت في الانتاج ربما من مصنع الى اخر، ربما يشكل ربما اريحيه في الجزائر وتفادي ربما للسيناريو الماضي لانتاج اكسجين؟ نعم سؤال في محله. مؤخرا الحكومه الاجتماعات اللي درناها مع ممثل الوزاره كان حول، اولا قمنا ولا الحكومه قامت بسرد جميع الاخطاء اللي وقعنا فيها في السيناريو السابق، مشكل تاع الانتاج، مشكل ايضا تاع النقل، والمشكل الثالث تاع التخزين، هذو المشاكل ثلاثه. ففي الاجتماع مثلا الاخير مر عليها السيد وزير الصناعه الصيدلانيه السيد بن بحمد وحده بوحده. اولا لازم يعرف المواطن الجزائري باللي الان في مجابهه الازمه ما ولاتش عندي المصنع تاعي وهذاك اللي انتغاز عنده المصنع تاعها وهذاك الليكيد ما كاش هذه. رانا وين كاين مستشفى كاين طالب نحطوا كلنا الوسائل تاعنا في خدمه هذاك المستشفى. فاذا انا نحتاج مثلا شاحنه تاع صهريج هذيك وما عنديش يجيني الزميل تاعي يمد لي الشاحنه. اذا كان عندي انا مثلا زياده في الانتاج وزميلي ما عندوش في راح يورد المستشفى، يعني عمليات تضامن اقتصاديه بين المنتجين من اجل تفادي سيناريوهات ندره الله. هذه التضامن هذا مهم جدا هو اللي راح يسلكنا باذن الله. هذا التضامن احنا درناه في الموجه الاخيره لكن درناه مع الاخر ما كناش مستعدين، لكن الان رانا بدينا نديروا فيه الان. اللي عنده شاحنات وما يسحقهاش يوضعها تحت التصرف الزملاء تاعو، اللي عنده كميه زياده يوضعها تحت التصرف تاعو، اللي عنده قرارات الى اخره. هذا اللي راح يخلي يعني ما يهمش المستشفى هذا الزبون تاع اي منتج، طالما كاين طالب اللي يكون اقرب للمستشفى هدايا هو اللي يدخل مباشره باش يزودوا بالاكسجين. هذا راح يعطينا جميل جدا. ربما كسؤال اخير استاذ عبد الامين القدري، هل هناك تفاوض او توافد اقول للمواطنين من اجل تعبئه قارورات الاكسجين، وهل هذا متاح ام لا؟ الان هذا النقطه هذه لازم تتنظم لانه صار فيها مشاكل كبيره في السيناريو اللي فات على تاع المواطنين يجوم على بلاش القرارات، لأن القرارات من الناحية القانونية منظمة بتنظيم محكم، يعني لازم عنده مسؤولية تامة المنتج كي يمد قرارة الأكسجين لازم يعرف وين تكون من الناحية الأمنية ومن الناحية القانونية. لهذا رانا حابين نتفاداو هذا تاع المواطن يجي عند المنتج ويدي هذه الخطرة لازم تكون منظمة تحت تدخل طبي، يعني حتى احنا مثلا في المصنع تاعنا ما نخبيش عليك حتى ولو كان يجونا ناس ويحتاجوا الأكسجين
لازم طبيب عندنا احنا طاقم طبي وعندنا يدرس الحالات حاله بحاله ويشوف ربما الحال يكون عنده لازم تكون عنده وصفه نعم. طبيه وحتى اننا نتنقلوا حنايا باش نعطوا الاكسجين للمريض ونوروا له كيف يستعمل لانه لازم المواطنين يعرفوا باللي هذا هنا نستغل هذه الفرصه وهذا المنبر تاع القناه تاعكم المحترمه باش نقول للناس الاكسجين حاجه خطيره جدا ومهمه جدا فالمواطن ماشي من صلاحيته ماشي من دوره انه يعرف كيف يستعمله لازم يجيب ناس مختصين وناس يعني اللي عندهم تجربه وعندهم يعني نعم درايه باستعمال الاكسجين والمقادير اللازمه لكل طبيب ولكل حاله ربما هذه التفاصيل سنفصل فيها مع ضيفنا عبد الحفيظ قيدي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عادل أمين قويدري على كل هذه التفاصيل.